عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان اليوم إن شاء الله فيديو جديد على إلكترو بروجي بوان ام ار. سواء تتابعونا على الموقع أو على الصفحة، إذا فإلكترو بروجي هي صفحة أكثر ما هي موقع، راكم كتعرفوا هذا الشيء. إذا اليوم إن شاء الله في إطار هذا البروجي، هذا المشروع هذا اللي هو أليمونتاسيون فاريابل دي سي، مهم بغض النظر على الحيثيات ديال المشروع، ما غنهضروش على المشروع ككل اليوم. فيديو في اطار محاربه الملل، لان الدراري كيبقاو ديما يسقسيو وكيتسناو ديما الجديد والى اخره، دونك ما بغيناش نبقاو جالسين وناطون. دونك كنا كنتسناو في واحد البوتونسيومتر، ها هو كنا كنتسناو في هاد البوتونسيومترات هادو يصيفطهم لنا السي موسى. دونك اذا هما وصلوا بوتونسيومتر روتاتيف دو بريسيزيون، هذا كيتسمى ميلتي تور، فيه عدة دورات، هذا فيه 10 دورات بالضبط، 10 كيلو اوم، وفيه 10 دورات. دونك اوليو باش هاد البوتونسيومتر القديم فين حطيتو، هاهو. إذا اوليو باش هاد البوتونسيومتر اللي فيه دورة وحدة ما كاملاش، كدور دورة وحدة، دونك إلى من زيرو حتى ل 10 كيلو اوم في مجرد دورة كاملة. هذا ما خدامش لينا في هاد لاليمونطاسيون، دونك اون فوا غنبقى نقيس الكيرسور، نقيسو غير مرة غير بشوية، غيعطينا فولت ولا جوج فولت زايدة في لاطونسيون، سوا لاطونسيون سوا لومبيراج، المهم غيعطينا قيمة ولا جوج قيم زايدين. إذا لا بريسيزيون ديالتو صغيرة، الحساسية ديالتو صغيرة. بار كونتر هذا تيسوا 12 درهم في السوق، كاين هاد البويشينة ديالتو، واحد البويشونة تدير 3 درهم، كاين هاد البويشينة هادي كدير 3 دراهم في المغرب، كنهضر ليكم بيان سور. إذا هادي في المغرب تتسوى 3 دراهم، سواء عند دي ماروك ولا ما عقلتش بالضبط، ما عند من كومونديتهم، كومونديتهم بخمسين ريال الحبة جملة، خديت 60 حبة. إذا سواء هادي كتلقى بحال هاكا، بيان سور كو تغطقو بالشاصي ديالك وغدخلو من هاد الجهة وتسد عليه بهاد الكروندي من جهة أخرى. هذا فاش كتركب هاد البويشينة هادي تبقى تستخدمها فوالا نورمال. إذا هادي ولا هادي، هادي شريتها ب5 دراهم غير صغيرة عادية، ما علينا شي، المهم هادشي ديال لي كاليتي لي رفوندور إلى آخره. قدر بعض المرات نشري هادي ب2 دراهم وهادي ب3 دراهم، عند رفوندور آخر نشري هادي ب3 دراهم وهادي ب2 دراهم، كاينين فروقات بسيطة، في كاينة اون مارج ديرور. إذا هادي ما هي إلا كوفرتيرا ولا بوشونة ولا كاشيت ديال هذا باش متبقاش تشدو بحال هكا يبقى مهربس، شي حوايج اللي هما ضروريين في البروجي وكيعطيو النظرة للبروجي. إذا اليوم وصلونا دي بوتونسيومتر روتاتيف في 10 دورات، إذا خاصني ندور 10 دورات هذا باش يعطيني 10 كيلو اوم، الفرق ما بين 10 كيلو اوم والزيرو كيلو اوم، دونك 10 دورات. إذا اشاك فوا نقيسوها واحد شوية ما غيعطينيش ان اوم ولا 10 ولا ان كيلو اوم ولا 100 اوم في مسة وحدة، إذا غيعطيني اون غرادياسيون صغيرة، اون بريسيزيون مزيانة. هذا كيسوى 30 درهم عند موسى سوفت، خديتو جانسيست بيان عند موسى سوفت بوان كوم بوحدو اللي عندو هاد البوتونسيومتر، لان الان هنا في مراكش كاينة ولات اردوينو بلانيت، ولا واحد سمو اردوينو بلانيت تيبيع دابا هادشي سير انترنيت، عندو السيت ديالو كيبيع من السيت وكدا وداكشي، المهم خدام مزيان، ديجا فاليدينا مع جوج ديال لي كوموند، هو اللي خدينا من عندو هاد دي سي تو دي سي، هو اللي خدينا من عندو هاد ديال افيشور. بيان سور هاد ديال افيشور وهاد دي سي تو دي سي كاينين في السوق موجودين، كنختار ديما ما حد الحاجه كتكون موجوده على ديسبوزيسيون، كنختار ديما اللي قريب ليا اللي ما غاديش نستخدم مع امانة اكسبريس. اذا لما كانتش كنمشي نقلب على راسي، ميم كوموندا حتى من الشينوا كاع ولا داكشي، هادي هي لا بروسيدور اللي غديروها، لان بزاف ديال الدراري تيبقاو يسولوني كيفاش منين هادي علاش طن طن. اذا اليوم بغينا نهضروا على اول عنصر، اول كومبوزون في هاد الجينيراتور هذا. هنا كاينه ان ترانسفورماتور، كاينه ان ترانسفورماسيون كلاسيك، تحويل عادي من 220 فولت الى 36 فولت كيف ما كتشوفوا هنايا. هادي لا فالور
efficace ديال لو ترانسفورماتور. اذا 36 فولت بيان سور راكم عارفين لا كونفرسيون كيخدم 50 كيلو ب 50 هرتز لا فريكونس لانه سي ان كورون الترناتيف سينوزويدال متناوب جيبي. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا هو فيه 120 واط. اذا 120 واط سي اون بويسونس اللي هي زوينه زوينه بزاف. سافو دير ا 12 فولت يعطينا 10 امبير. 120 واط يعني في 12 فولت يعطينا 10 امبير، في 24 فولت يعطينا 5 امبير، وهي شي حاجه اللي زوينه بزاف. اليمونطاسيون مليحه. هذا سان ترانسفورماتور خديته بالضبط من ريسيبتور قديم، كان الريسيبتور فيه البوزيسيونير وفيه الريسيبتور. دونك لقيت في هذاك الريسيبتور سميتو بلا ما نهضروا على الدعايه وهادشي كامل، غنهضروا ونقولوا سميتو. اذا ريسيبتور اي ار تي بالضبط، باش الناس اللي عندهم مع الجوطيات وكيمشيو يبقشو ويدبروا على راسهم وداكشي وتقام عليهم داكشي رخيص يعرف راسو فين يقلب. من هنا نقول لكم ريسيبتور اي ار تي قديمه فيها البوزيسيونير انتغري. دونك لقيت فيها جوج ديال لي ترانسفورماتور، هذا واحد اخر صغير راه هو لي في لافيراي عندي مع لافيراي، ما بغيتش نبدا نجبد ونبقشش ونجبد لكم داكشي. واحد صغير منه كي اليمونتي الريسيبتور كامل، وهذا دايرينو ايزولامون على قبل البوزيسيونير، حيت البوزيسيونير كما كتعرفوا كيخدم من 14 حتى ل 20 ولا 36 فولت، وكيخدم بلا بويسونس لان فيه موتور صحيح وفيه ريديكتور دو موفمون الى اخره. المهم هذا مزيان. درنا لو ترانسفورماتور، خدينا لا بريس دو طونسيون، درنا هنا ان انتريبتور ديال 220 فيه واحد الانديكاتور واحد البويله كتشعل الى اخره. درنا ان فيوز انفيزيبل هنايا، دونك هنا بور اسيري لا بروتيكسيون درنا فيزيبل ديال 2 امبير على حساب لونطري. هادي غير لونطري، لونطري ديال 220 تقدر توصل حتى الامبير فاصلة شويه، لان 220 مع 2 امبير ولا مع امبير تعطيك 220 مع 1 امبير تعطيك 220 واط، تقريبا قل من 1 امبير اللي كيدخل. لان كيف ما كتعرفوا لا بويسونس دونطري خصها تكون ايكيفالون ديال لا بويسونس دو سورتي. دونك اون سيبوزون كيخرج 12 فولت وكيخرج 120 واط يعني كيعطي 10 امبير، فلونطري 220 فولت غياخد فيها كيلك ديزان دو ميلي امبير. اذا اليوم من بعد شي حوايج اللي درناهم هنا دوزناهم سامبلومون، برونشينا ترانسفورماتور كدا، برونشينا الشيما ديالتو، برونشينا الشيما ديالتو ديال لونطري ماشي مشكل. بقات لنا هنا الحوايج اللي هما خاصنا نبريسيزيو فيهم ونحدو فيهم، الشيما الشيما دو سورتي، هادو هما الخيوط دو سورتي ديالو باقي ما نابيناش كاع بمرة. دونك دابا اليوم غنشوفو الشيما. اول حاجة كاينة في الشيما هي هاد الرودريسمون، بون دو رودريسمون شي حاجة اللي هي كلاسيك قديمة وضرورية ميم في لاليمونطاسيون هادي كوباج، لان ميم لاليمونطاسيون هادي كوباج في الاول كتبدا بالريدريسمون هي الاول. هذا سي ان بون دو ديود، ها هو سميتو جي بي اي 4K ماتشينا شينوي ولكن مزيان، ديجا تيستينا هكدا انا بغيت كي يسبورتي بويسونس مزيان. دونك سي ان بون دو ديود، بون دو ديود راكم عارفين بالنسبه للناس اللي ما عارفينش راه هو عباره عن 4 ديودات مصاوبين بواحد لبون، واحد النوع كلاسيك ديال الريدريسمون. دونك كندخلوا ليه تو سامبلومون لو كورون الترناتيف من هاد الجوج، ها هو عطينا هنا لا سين ديال الكورون الترناتيف، كناخذوا منه هنا الموا وهنا البلوس سامبلومون بلا ما نكونوا ديك البون دو ديود ونبداو نسوديو في الديودات مع بعضياتهم. هادي بون موجوده مقاده مصاوبينها في اي سي، دونك كنديروا لها سيبور دو رفرواديسمون بلاك دالومنيوم بحال هادي باش تبرد، لان بيان سور من بعد غتكون اون فونتيلاسيون، غتكون واحد الفرفاره كتبرد هادشي كامل طوطال. دونك اي بياسه فيها طريف ديال الالومنيوم كتابسوربي البروديه من ديك الفرفاره. اذا لو ريست كيما شفنا هنا جوج كوندونساتورات سامبل، هادي كوندونساتور كبيره ديال الفلتراج ها هي،
فيها 200 فولت 470 ميكرو فراد، 200 فولت 470 ميكرو فراد. بيان سور الفولتاج ناخذ 200، ناخذ 500، 400، 300، المهم هو ان لا فالور تكون كبر من الفولتاج اللي غيدخل في هذا الكوندنساتور. بالضروره اوبليغاتوار تكون كتساويها او كبر منها، ما يمكنش تكون صغر منها غتحرق الكوندنساتور، غتكونفلا وغتحرق. اذا هاد الصغيره هادي ديال البروي معروفه، ميثود معروفه ديال انك كدير كوندنساتور كبيره كتفيلتري وكتقاد المسائل ديالها وكتجيب موراها وحده صغيره فيها ميكروفاراد صغير باش تحيد داك البروي اللي كيبقى من بعد الردريس. ها هي تغطات كامله، غطيتها بهاد الكولا هادي، مابقاش كتبان لا فالور ديالها، بغيت نوريها لكم. مي ايسونسييل فيها 10 ميكرو فراد، 10 ميكرو فراد 50 فولت. دونك طونك ما غاديش نديباسيو حنا 50 فولت، غتكون عندنا شي كدا 40 فولت في التوتال. دونك طونك ما غنديباسيوش 50 فولت، هادي كافيه فيها 50 فولت، هادي فيها 200 فولت، نقدروا نستخدموا ديال 50 فولت ماشي مشكل. اذا هادي هي الشيما بون دو ريدريسمون بيس دو كوندونساتور. هاد جوج ديال لي زونطري غندخلو منهم لو كورون الترناتيف، وغيخرج عندنا هنا لو كورون كونتيني باقي ما مفيلتريش، وغيدخل لهاد الكوندونساتور غيتفيلترا، وغيتعاود يتحيدو منو البروي فيلتراج دو بروي، وغيخرجو جوج ديال لي سيكتور هنا موان اي بليس، هما درناهم بالكحل والحمر باينين واضحين. الان لا سورتي ديال هذا ديال 36 فولت ولا ديال كدا 40 فولت بريسك مرودريسيا مقادة مفيلتريا، غادا تاليمونطي لنا بيان سور هاد الشيما هادي غتاليمونطي لنا الدي سي تو دي سي كونفرتر، هو اللي مبازي عليه اللعبة كاملة، وهاد جوج ديال البوتونسيومتر إلى آخره. دونك غتاليمونطي هذا، ولكن قبل من هذا غتاليمونطي واحد القضية، واحد الدي سي تو دي سي كونفرتر صغيور، ها هو برونشيناه هو الاول. دونك هذا علاش درناه، هذا ما كيفوت جوج امبير في لا سورتي ديالته، دونك ماكسيموم ديالو 3 امبير كيكتبوها في لي كوردوني ديالو. بزاف ديال الهضرات، هذيك الهضره ما خدامهش، الهضره اللي كنقول لكم التجربه الواقعيه، هذا حدو جوج امبير. اذا الا كنتي غدير دي سي تو دي سي صغير تيسوى 45 درهم، الا كنتي بغيتي ديرو وغتفوت جوج امبير نورمالمون جوج امبير كي دومونديها بزز وكيبدا يتنسمع فيه واحد الزنزين لداخل. دونك الا كنتي غتفوت جوج امبير ما تستخدمش هذا، هذا استخدمناه اوكسيليير هنا باش يفورني لنا غير ريغلوه في 12 فولت، يفورني لنا واحد 12 فولت ستابل. هذيك 12 فولت بغينا ناليمونطيو بها هاد لافيشور هادي ديال فولت متر ام متر، هادي افيشور، هو ماشي افيشور هادي، هذا ستان فولت متر امبير متر نورمالمون في شيما انتيغري ديالتو فيه المسائل فيه الادجاست الى اخره. المهم غنشوفو هاد لي ديتاي هادو. بغينا هاديك دوز فولت ناليمونطيو بها هذا، او ميم طو ناليمونطيو بها واحد الفريفيرا واحد الفونتيلاتور تاهي كتخدم بالدوز فولت. هاد سيكسيون سكوندير، هاد سيكتور سكوندير هادا، والسيكتور اليمونتير اللي هو الاساسي غنخرجوه من هنا. هادي كتمشي حتى 8 امبير في لا سورتي ديالتها، 8 امبير ماكس بليس فيها هنايا ان ليميت دو كورون، فيها هنايا فارياتور ديال الفولتاج، وفيها او ميم طون ان ليميتور دو كورون. اذا كتمشي حتى 8 امبير وكتاخد لا بويسونس وكتعطي لا بويسونس، وهادي هي اللي غنخدمو عليها البروجي. دونك بغينا نصاوبو اليمونطاسيون مزيانة مليحة، غنبازيوها على هذا، هذا كيعطينا الدوز فولت غيكونتروليها علينا. اذا غنهضروا على لي كاركتيرستيك تكنيك كاملين، وغنهضروا على الشيما ديال لو جينيراتور وديال هذيك الهضره كامله، غنهضروا عليها في فيديو بوحدها وغنديروها في لاباج وفي السيت ان شاء الله وباذن عما قريب. دابا باش نحاربوا شويه ديال الملل، بغينا نبرونشيو غير هاد الريدريسمون بعدا اليوم، غنبرونشيوها نابيوها. هيا شتوها كيفاش تصاوبت، شي حاجه اللي هي واضحه كلير كنسوديها باينه كلير من هنايا، نقدر نسوديها قبل ونوريها لكم بحال هكا. شوفوا تفهموا الشيما كيفاش دايره، باينه واضحه. شي حاجه اللي كتحتاج شويه ديال لي ديطاي والتعقيد وكذا كنحتاجو نشرحوها في فيديو سبيسيال ديالها،
اذا اليوم ان شاء الله غنسوديو قلنا هاد لاليمونطاسيون هادي. اول حاجه نبداو بها هي النابي ولا سورتي هادي. السورتي هادي نبداو بها هي الاولى لانهم صغيورين ونقادوهم. اذا وغادي نستخدمو الطروازيام ما هادي طروازيام ما ولكن صنع محلي صوبات غير هنا في لاتولي ديال الكترو بروجي باش نهضر معاكم عاوتاني على واحد القضيه اخرى. هاد البلاصه هادي اللي كنصورو فيها حنا دابا وهاد لو برودوي هذا برودوي بروبر ديال الكترو بروجي بوان ام ا الكترو بروجي بوان ام ا ماشي ديال نيكسترونيك ولا ديال شي واحد اخر كما داك الناريات واحد كيجي جالسين حنا كنصاوبو خدمه هنايا ونخسرو فيها فلوس ونخسرو فيها وقت ومجهود ونبداو نسوديو في الاخر تيجي واحد بالزربه وبشويه كيهز التصويره كيدير لها داونلود ابلود التصويره تيحطها تما كاينه تيكتب عليها واحد هز التصويره ديال لاتولي حطها تما كاينه ويكتب عليها مباشره مباشره من غرفه عمليات نيكسترونيك غرفه العمليات ميرسي الدكتور جباتني هذيك اللعيبه ديال غرفه العمليات داك الشيء راه المهم مباشره من لاتولي ديال الكترو بروجي بوان ام ا كاينه الصفحه اوفيسيال ديالتنا وكاين السيت اوفيسيال هنا هنا نو سوم دي كرياتور دو كونتوني ما تبقاش دير لينا اللاير ديالك هذاك الشيء ديالك اذا هذا في اطار المستملحات الان حنا غنسوديو هاد البليس هذا كما كتشوفوا هو البليس هنايا منقط بالحمر اختاريتهم بالعاني هاد الجوج هادو واحد صفر وواحد حمر. الحمر هو البليس والصفر ديما ناخد دا كولوراسيون ديال الخيوط ديالي شي حوايج اللي هما سون دي تكنيك في السوداج وفي الكابلاج وفي الخدمه ديالنا. اذا ديما ناخد الالوان نديستانغيهم ونديرهم اشنو كيعنيو بالضبط باش ما ندوخش وما نتلفش في الشيمات لان بعض المرات كتعقد القضيه وكتكثر بزاف ديال الخيوط وكتولي تتلف بيناتهم. اذا نستخدم الالوان ديال الخيوط كومي الفو باش نعرف من بعد شنو كندير. هذا من جهه من جهه اخرى نسودي مزيان ونتعلم لا تكنيك ديال السوداج مزيان باش ما نديرش خدمه معربزه لان كيف ما كتعرفوا الحوايج اللي كيدومونديو الكوروم بزاف وكيكون فيهم هذاك لاشانت وهذاك التخربيق داكشي كيدير مشاكل عظيمه. اذا نتعلم انني نخدم خدمه برو زوينه و ميم طون نستخدم لا غين تيرميك لانه هو اللي كيزولي بحال هادشي هذا بحال هذا هو بحال هادشي هذا بحال هاد الخدمه هادي اللي كاينه هنايا في هاد لي فيش هادو. لا غين تيرميك شي حاجه لي ضروريه باش كيزولي هادشي. اذا دابا غنسوديو البليس مع البليس فوالا نعاودو نأكدو عليه مزيان حتى ما غدوش فيه شي بويسونس اللي هي كبيرة. هاد الصغيور هدا اباس بويسونس ولكن احتياط واجب لأن هاد الخيوط هادو مع الزمان كيتقطعو ولا كيبداو يتحركو حتى كيبداو يديرو الموفي كونتاك ولا هاديك الهضرة كاملة عاوتاني كتخربق بنادم في البروجي ديالو. اذا انت مشانتي واحد لاشانت ماشي هو هذاك اصلا. البروجي هو عباره عن مشروع عباره عن بروجي. اذا باقي كدير في لي تيست وباقي كدير في التجارب ديالك وفي المسائل ديالك في الاخر ملي ما كيخدمش لك داك الشيء كامل ككل هاد الشيما كامله ما خدماتش ليا التبلوكات ولقيت فيها مشكل. الا كانوا الخيوط ما منابينش مزيان لا شان التخربيق لا غين تيرميك ما كاينش لي كولور ما باينينش ليا في الاخر ملي غنبغي نفيريفي ونبدا نشوف هاد المشكل منين جا وهاد المشاكل هادو ما نبقاش عارف راسي اشنو كندير وفي كاين المشكل نولي ما حيلتي هنا ما حيلتي هنا. دونك خاصني نعاود الشيما كامله في حاله موقع مشكل ولا شي حاجه. ولهذا نزكي راسي مزيان في الخدمه باش من بعد نكون كلير واضح عارف راسي اش كندير. اذا كيف ما كنشوفوا غنسوديو الموه حتى هي او الجراوند
ثبتوا عليها حتى هي مزيان. هادي كلها بيان سير حوايج مهمة في لافينيسيون ديال البروجي ولا ديال الماتيريال ديالك، ما خاصكش تغفل عليها، بحال الفيزيبلات، بحال لا ميز ديال، بحال لا ميز على تير مثلا، بحال هادي اللي شاده هنا في الشاسي، هاد لا ميز على تير هنايا، فوالا هي بحال هاد الفيزيبل هذا. دونك شي حوايج اللي هما اساسيات في الالكترونيك ومن ننساهمش ضروري، لان الا نسيتيهم هذاك فيزيبل يقدر يصوفي حياه ديال ترانسفورماتور، هذاك ميزا لا تير يقدر يصوفي ميم حياه ديال البشر اللي هي الاغلى كاع. اذا شي حوايج اللي ما خاصنيش ننساهم كتقني، من بعد ان شاء الله غتكون محترف، سواء اللي يكون تلميذ، انسان يكون تلميذ ولا هادي تلميذ مهندس مثلا، تلميذ من بعد غيخرج لا زون اوبيراسيونيل ولا غيخرج للبراتيك ديالو. دونك مطلوب منه انه يدير شي حوايج اللي هما بروفيسيونيل، اذا من الاول نتعلمهم ونمشي عليهم. فوالا هو طريف ديال لاكين تيرميك كما كتشوفوا، هذا العبارات ديال لاكين تيرميك، هذا ليزولاتور، هذا ديال 1 سنتيمتر 10 مليمتر، هذا ديال 5 مليمتر، فوالا هو مهم. بغينا نعبرهم كاع بالبيكوليس. الديامتر ديالو كيكون بحال هذا مثلا ديال 5 مليمتر، فوالا هو، فوالا هو الديامتر ديالو، غنلقاو 5، فوالا. وعندو دي كاركتيريستيك تكنيك هاد لاكين تيرميك، حيت كيدير كيتجمع بالسخونية، فإذا هذا كيديمينيو كيتجمع حتى 50% من لاطاي ديالتو، يعني 0.5 سنتيمتر إلى يعني 5 مليمتر كترجع 2.5 مليمتر. إذا هنا غنستخدمو ديال 5 مليمتر واحد الطريف بحال هذا، هو قطعنا منو طريف، ندخلوه من هنا في المول باش نجمعو بيه هادو بجوجهم ديال لاسورسي، فوالا هاكا. والطريف الاخر ديال البليس تاعو كوم دابيتود، ما عنديش الالوان، كو كانوا عندي الالوان درت لاكين تيرميك في الحمر وفي الكحل ولا في الوان مختلفين. دونك تقاد عليا هذاك ديال الالوان، دابا عندنا غير الكحل. لاكين تيرميك ماشي ضروري يكون فيه اللون، اللون يكون في الخيط ضروري، لاكين تيرميك بور لا بروتيكس. اذا سينو كنسخنو بالبريكة، هادي كنسخنو غير بالبريكة عادية، اذا هاد لاكين تيرميك هذا كنسخنو غير بالبريكة عادية تخدم مزيان، ولا كنسخنوه بلا رشو، ولا بالشانيمو مثلا بحال هاد الشانيمو اللي كنسميوه حنا الشانيمو، هذا ماشي شانيمو ديال السوداج ولا الى اخره، هذا شانيمو ديال الالكترونيك خاص بها، كيسخن لي كارت مير وكيسخن الى اخره، بحال لاكين تيرميك بحال هكا. ولا كاينه واحد بحال سوشوار صغيوره ولا دابا خرجاتها الماكيطه، خرجوها بزاف ديال دي سوسيتي. دونك واحد السوشوار كتخدم لها هاد ليميسيون هادو ديال لاكين تيرميك والى اخره. المهم اي مصدر ديال الحراره ولو غير الراس ديال الفراسودي غيخدم. اذا كنكابليو هادشي مزيان وكندرقوه مزيان باش ما يوقعش الكونتاك بيناتهم كوت سيركوي، فوالا. هكا كتكون الخدمه ديالتنا مزيانه ومفينيه كيف ما كتشوفوا هنا، حتى هاد النقيطات هادو اللي سودينا فيهم هنا حتى هما عريانين مئزولين، غنستخدموا فيهم كولا ديال الميلونج بحال هادي، هادي كولا ديال الميلونج، فوالا هي استخدمناها تما في هذيك
باش نشدو هذيك كوندونسات تراس والى اخره. دونك هذيك كولا ديال الميلونج 4 مينيت سميتها ماغ 4 مينيت ولا بحال هادشي هذا. كاينه الكولا ديال الميلونج كتكون فيها المال والفومول نورمالمون كيتسموا المال والفومول يعني انت وذكر. اذا كانت هذه بوحدها ما تلصقش، اذا كانت هذه بوحدها ما تلصقش، فاش كيتميلونجاو بجوج عاد كتلصق وكتعطي افي زوين بزاف. احسن من كولا سبيسيال، احسن من هذوك الكولات العاديه، احسن من هذاك الشيء كامل. دونك هذه خاصه بلي سيركوي الكترونيك. لي كوندونساتور مثلا كتسوديها في لا بلاك سيركوي، فاش كتسوديها هي مسوديه شاده باللي تام التلحيم ديالها، او ميم طو كدير لها الكولا الا كانت كوندونساتور كبيره ولا كاينه الموفمون ولا شي حاجه كدير لها الكولا ديال الميلونج باش ما تتحركش، لان الا تحركات غي يدي سودا داكشي ديالها. اذا هذه كتستخدم في هذه الاستخدامات، كتستخدم في استخدامات اخرى عديده جدا، اذا فهي افيكاس. ثاني مرحله اللي هي غنديروها دابا هي اننا غنسوديو هاد جوج الخيوط هادو ديال لونطري مع لو ترانسفورماتور. لكن قبل ما نسوديوهم كيف ما قلنا عامل مهم جدا هو لاجين تيرميك. هذا لاجين تيرميك ديال جوج مليمتر فوالا هو. دونك نسبقو هو الاول حيت ما يبقاش عندنا منين ندخلو في الاخر. هذا ديال جوج مليمتر صغير شويه، ناخذ هذا ديال الخمسة ماشي مشكل. كان عندي هنا ديال الربعة ولا ما نعرف، المهم داكشي ما بقاش. اذا ناخذ ديال الخمسة ماشي مشكل، جوج طريفات مزيانين فوالا. اذا كنسبقو هو الاول فوالا. هنا اول حاجه السلك اللي بغينا نسوديوه في شي حاجه كنسخنوه مزيان حتى كيسخن، كنديرو فيه واحد شويه ديال التينور، ومن جهه اخرى كنديرو التينور حتى في البلاصه اللي بغينا نسوديوه فيها حتى هي سخنوها حتى هي مزيان، كنديرو فيها التينور فوالا. دونك كنجيبو هذا عندو ملي كيكون فيه هو التينور سخون والاخر حتى هو كذلك، اون فوا كنقيسو بسهوله كيدي لاطا مع البرودوي ديالي فوالا سي سامبل. الاخر حتى هو كذلك، اذا كنصبقو التينور هنا، كنسخنو الراس هو الاول بعدا نصبقو التينور فوالا، نهبطو في بلاصتو تنسخنوهم بجوج. كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو ديجا سبق، قلت لكم واحد المسألة اللي هي مهمة. مثلا بغيت نسودي جوج ديال الحوايج، سودي هاد الخيط هذا مع هاد البي هادي مع هاد الرجيلة هادي. دونك في لا ميثود ديال السوداج الراس، هاد الراس ديال الفيرا سودي هذا ولا سولدرين ايرون، ضروري يكون قيس في السلك وقيس في البياسة اللي غتسودا فيها وقيس في الليتان اون تروازيام باش يسخن السلك وتسخن البياسة ويسخن الليتان. الا سخنوا بثلاثة عاد غيلتحموا مع بعضياتهم، الا بقى غير عنصر فيهم بارد ما سخنش دونك كاين ان بروبليم، ما غاديش يتسودا لك داكشي مزيان ولا ما غاديش يتسودا كاع بمرة. وهنا في كيجيو المشاكل ديال التلحيم. اذا نحاول ما امكن انني نقيس فيهم بجوج الافوا ونسخنهم مزيان. وثاني حاجه الراس ديال الفيراسودي، الراس ديال اداه التلحيم ديالتي يكون ديما بروبر نقي، ما نكونش ديكولاس في الخدمه ديالتي، لانه اون فوا كيبدا يتوسخ ما كيبقاش يوصل السخونيه مزيان. بور نيتواياج كاينه هادي تتسمى ليسبونج، هاد ليسبونج هادي كتكون رقيقة هنا في ليبيسور رقيقة، كتغطسها في الماء وكتجبدها بحال بيمو، كتغطسها في الماء وكتجبدها كتنفخ كتبومبا كتكونفلا واحد شوية، تتنيطواي مزيان الراس ديال الفيراسودي، تدير جوج دراهم في السوق.
هادي كاينه اون اوتر ميطون، هو هاد الزيكس بحال الجيكس، هاد البواطه هادي تدير 25 درهم بالضبط حتى هي في السوق. هادي بلا ما تفزق بلا والو، كتخدم هكا اصلك، كتدخل فيها الراس ديال الفيراس ودي كيتنيطو، هي نورمال مزيانة هاد الميطود. بيان سور كو كاينين ميطود اخرين، لا كنشوفو الاسهل والابسط والاحسن والافضل في جميع الحالات. اذا هنا عاوتاني لاجين تيرميك خاصنا نقربو لعندو، فوالا كوم سا. اذا وبشاني مو عاوتاني كوم دابيتي، يقدر غير البريكة كتدخل تما كاينة، غير هو الشاني مو كيبوانتي واحد شوية في البلاصة اللي بغيتي نتا. بيان سور كو بالضرورة انك تدور مع الضاقين تيرميك من الجوايه كاملين، حتى الى درتي عندو غير من جهة كيتجمع غير من جهة. و بيان سور تجمع ممشاش حتى عند الريوس بالضبط، ولكن ماشي مشكل، غنعاودو كيما قلنا الكولا ديال الميلونج. اذا كيف ما قلنا غنعاودو كولا ديال الميلونج هنا في هاد لي بوينت هادو، في هاد النقيطات بالضبط، هنا وهنا وهنا وهنا، وهاد جوج نقيطات تا هما ما مقاسهمش، ما دخلش فوقهم لاكان تيرميك. بيان سور ما عندوش فين يدخل كيما هنايا عاوتاني، ها هي دونك النقيطات هنا باش ما يوقعش لو كونتاك. هادي كيما هاد الكولا هادي اللي الله، وغادي نفيكسيو هادي في هاد القنت، وغيبقاو عندنا جوج ديال لي سورتي هنا بلس ام و مزيانين نقيين. غيمشيو نيشان للدي سي تو دي سي كونفرتر، نيشان هنا المو هنا والبلس هنا، إذا البلس في هاد الجهة، هادي هي الانبوت، ها هي انبوت بلس، ها الانبوت مو في هاد الجهة، فوالا هكا، والاوتبوت ها هي تا هي موجدينها حنايا هنا، لا سورتي، لا الخرجة، المخرج، ها هو، ها المدخل، ها المخرج، وهادي غاتفيكس هنا. كيف ما كتشوفوا راه ديجا سبقنا لها واحد، هادو كيتسموا لي زونتروتواز، ها هما بحال هادي كتسمى اونتروتواز. دونك هنا فوالا، دونك بحال هادشي، هذا بحال هادي، هي بحال كرو طويل، غير هو كيدخل فيه فيس ديال ثلاثة، نورمالمون غالبا كيكونوا فيسات ديال 3 مليمتر، هادي كيدخل فيها فيس من هنا وفيس من هنا، هذا هو الفرق اللي فيها، فيس ديال 3 من هنا وفيس من هنا. دونك اشنو كدير، كتقب الشاسي ديالك، كتدخل فيس من تحت الشاسي وكتسدو مع هادي بحال هكا، تتزيرو يكون فيس قصير على حساب لي بيسور اللي بغيتي، وكيبقى لك الجهة من الفوق كتحط لا بلاك هنا كتزير عليها فيس تاني، سامبل كيما فيكسي هادي. كيما فيكسي هاد دي سي تو دي سي، هاي هاي كيف ما كتشوفو كاينة هنا لونتروطواز لتحت، والفيس ها هو من هنا من الفوق، فوالا فوالا سامب. هادو شي حوايج عاوتاني اللي هما اساسيين وضروريين في التثبيت ديال العناصر الاساسيه في المشروع ديالنا، لان شي حاجه اللي ما ثابتاش مزيان معرضه للاهتزاز، وبالتالي معرضه للاهتزاز او الحركه، راكم عرفتو كيدين يدينا الخيوط كيقطعهم، بيان سور كيخرج لينا الشيمات ديالتنا. اذا هذاك الشيء شي حوايج اللي لا نرغب بها. بيان سور كو هنا خدينا هاد السيبور هذا، بغينا نديرو ليه هنا بحال واحد الرونديل ولا كونتيكرو، دونك غيدخل الفيس من هنا من الشاسي في التقيبات، دونك غيدخل الفيس من هنا من اللور، وغيدخل في التقيبه هذه، وغيشد لينا
لا بلاك ديالتنا مثلا فوالا، نسدو عليه من الجهة الأخرى بكرو. هادي فيس إكرو، واش فين حطيت واحد الصغيور؟ ها هو فوالا، هادي كرو يتسد عليه من الجهة الأخرى تو سامبلومون. إذا حنا دابا ما بغيناش نفيكسيو هاد هاد الريدريسمون، البون ريدريسمون ما بغيناش فيكسيو دابا بور لانستون، بغينا حتى نديرو هاد لي طاش ديال الكولا باش ما نجلخوش الشاسي ديالنا بيان سور، خاصو يبقى نقي. اذا بغينا نديرو هاد لي طاش ديال الكولا وغنسدو بفيس نورمال فيس كرو، نزيرو هنايا في الشاسي ديالنا، وبالتالي ها هي لا بارتي ريدريسمون تكادت مزيانه. اذا بار لا سويت غنشوفو ان شاء الله لي كونفرتيسور دي سي تو دي سي. لقاؤنا ان شاء الله يتجدد في فيديو جديد، في درس جديد، في سيري جديدة، في تصويرة جديدة، في أي حاجة. المهم هو أنه electroproject.ma on attend toujours الجديد. ما تنساوش تسجلوا الإعجاب ديالكم، هذا حوايج اللي كيخلقوا الفرق.